يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا يلا معايا. أهلا بكم أحبائي المشاهدين وحلقة جديدة في يوم جديد من برنامجنا آية وترنيماية. النهاردة عندنا آية لازم تخلي بالك منها كويس قوي. آية النهاردة بتتكلم عن صلاة صلاها كاتب مزمور 143 وقال له حاجة عجيبة جدا، بيقول له أنا عايز أكون زي ما أنت عايزني. يا رب أنا فعلا مش فارق معايا أعمل إيه وأوصل لإيه، اللي فارق معايا أنت عايزني إزاي، عايزني أكون إزاي. وبيقول كده في المزمور بتاعه بتاع 143 من عدد 10، قال كده علمني أن أعمل رضاك. وتستعجب على السبب اللي بيقول له فيه علمني أن أعمل رضاك، بيقول له لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. وأنا عايز أشجعك جدا جدا لما نحفظ الآية دي، أنت وإنت بتقول له وإنت بتتكلم مع ربنا وبتقول له علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، قول له يا رب النهاردة أنا يعني مش بقولك كلمتين حلوين عشان تبقى كويس معايا، يعني أبقى كويس معاك وتبقى كويس معايا، لكن أنا النهاردة بقولك أني أعمل رضاك، دي هي حياتي. يلا تعالى نقول الآية ونحفظها مع بعض. يلا قول معايا علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. مزمور 143 وعدد 10. يلا قول معايا تاني لو فتح كتابك المقدس أو أنت موجود معانا على الشاشة دلوقتي. الآية هي موجودة على الشاشة، ممكن تنفع تقراها معايا. يلا قول كده علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. مزمور 143 عدد 10. غمض عينيك كده وصور الآية كده في ذهنك وقول معايا علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. مزمور 143 وعدد 10. كاتب المزمور هنا مش بيقول له علمني أن أعمل رضاك عشان خاطر يعني أبقى أنا بعمل لك اللي أنت عايزه وأنت تعمل لي اللي أنا عايزه، لكن بيقول له علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. ده أروع ما يمكن أنه يخليني أعمل رضاك، مش عشان أخد حاجة، لأ، ده أنا من كتر ما أنا خدت ومن كتر ما عندي ومن كتر ما أنت أعطيت النهاردة علمني أني أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، أنت سيدي خيري، أنت الإله اللي ينفع أعيش له النهاردة وأقول له علمني أن أعمل رضاك. خليني يا رب أعمل اللي يعجبك، خليني أعمل اللي يفرحك، خليني أمشي في سكتك، خليني أكون في ملء مشيئتك. ده أنت إلهي، ده أنت من حقك علي أني أعمل رضاك. يا رب النهاردة أنا مش عايز أبعد بعيد عن مشيئتك ولا عايز أبعد يا رب في يوم من الأيام عن رضاك، مش رضاك علي لحسن تبطش بي أو لحسن يحصل مشكلة، لا، ده واحد من كتر خوفه على زعل ربنا بيقول له كده علمني أن أعمل رضاك. ده أنت إلهي اللي لازم أكون بعمل رضاه واللي لازم أكون بعيش له وأنا خايفه وعايش لي في خوف اسمه. كاتب الكلمات دي وخدنا لترنيمة جميلة كاتبها بيقول له علمني يا رب فعل رضاك لكي ما أتبع عن إثر خطاك، أريد ربي أن أحيا لك دوما مميزا لصوتك، فلتعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين. تعال نسمع الترنيمة دي مع بعض. أسجد في خشوع لك ربي مقدما لك كل قلبي، فها حياتي أمامك إذ قد كرستها لشخصك. أعمل رضاك، ده مش شطارة مني أني أعمل كده، لكن ده أقل ما يمكن أني أقدمه ليك. زي ما سمعنا في المزمور من شوية،
علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. مزمور 143 وعدد 10. أشجعك من كل قلبي النهاردة تقول له أنا عايز أمشي في سكتك، عايز أعمل اللي أنت عايزني أعمله، مش لأنه أنا مصير ومضطر، لا، لأني أنا بحبك لأنك أنت إلهي. وأنا أشجعك في الترنيمة اللي جاية تقول له كده فيها، فلتعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين. ليه عايز القوة يا عم المرنم؟ يقول فأشهد لك ولصنيعك وأعلن حقك الثمين. آخر عدد فيها بيقول علمني يا رب فعل رضاك لكيما أتبعا إثر خطاك. أريد ربي أن أحيا لك، هو ده شهوة قلبي، أريد ربي أن أحيا لك دوما مميزا لصوتك. أسجد في خشوع لك يا ربي مقدما لك كل قلبي، فحياتي أمامك إذ قد كرستها لشخصك. فلتعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين، فأشهد لك ولصنيعك وأعلن حقك الثمين. عيناي دائما ترنو إليك، نفسي تنتظر فعلها يداك، فإنك الإله نبع الحياة ومنيح الرجاء إلى الخطى. فلتعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين، فأشهد لك ولصنيعك وأعلن حقك الثمين. يا رب أنا عايز أعيش في رضاك لأنك أنت إلهي، علمني فعل رضاك لأنك أنت إلهي. أكرس لك القلب والحياة، أكرس لك النفس الكيان والوجدان، علمني فعل رضاك. علمني يا ربي فعل رضاك لكيما أتبعا إسرى خطاك. أريد ربي أن أحيا لك دوما مميزا لصوتك. فلتعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين، فأشهد لك ولصنيعك وأعلن حقك الثمين. فلتعطي عبدك من فيض روحك وامنحني قوة في كل حين، فأشهد لك ولصنيعك وأعلن حقك الثمين. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة نعيش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل ف
فرحان معايا بالتراتيل، يملى حياتك بالتهاليل، يومك بخير طيب وجميل.